وأي واحد منكم من قيادات الحركة أو من مواصليها ينتظر أن دعمنا أو أن ترشيحنا لرئيس الجمهورية باش من بعد يحصل على شاف دايرة ولا دراج ولا يحصل على والي ولا يحصل على وزير لا يروح يغير الحزب. احنا هذه ما عدناش، احنا رشحناه من أجل قيم كبرى تتعلق بالأمة الجزائرية، تتعلق بمؤسسات الدولة الجزائرية، تتعلق بصيانة وديعة الشهداء، تتعلق بمواصفات رجل دولة وليس من أجل مناصب هنا أو هناك. وأننا في حركة البناء الوطني لا نغامر ولا نجازف بالدولة ومؤسساتها، وكذلك عندما يتعلق الأمر بالمواطنين ومصالحهم، وعندما يتعلق الأمر بالمحافظة على مكتسب الأمن والاستقرار، أو عندما يتعلق الأمر بمشروع وحماية مشروع الأمة الجزائرية النوفمبري الأصيل بتراكمات الحركة الوطنية التي استشهد في درب حريته ونيل استقلالنا الملايين أو قوافل الملايين من الشهداء. أيوه.